تعديها ازاي؟ هو اولا في حياتي انا الشخصيه كانوا اهلي طبعا رافضين رفض تام ان انا العب كوره، وده الموضوع كان بادئ معايا وانا عندي 5 سنين، ازاي بنت تلعب كوره وشكلك هيبقى الفكره شكل نفسه. طبعا الفكره نفسه. واخويا مثلا وكل عيلتي كانوا رافضين، حتى المجتمع، حتى الجيران، حتى كل الناس كانوا شايفين ان دي حاجه مش صح. دلوقتي لما مثلا رئيس الجمهوريه كرمني والسفير البريطاني كرمني وبكون بوصل كاس عالم رئيس عبد الفتاح السيسي كرمك السنه اللي فاتت، كنت اول رياضيه تتكرم يعني عامل مرأة، ودي كانت حاجه طبعاً كبيره جدا طبعاً بالنسبه لي. والسفير البريطاني برضو كرمني في السفاره، والوزاره كرمتني السنه اللي فاتت في تكريم برضو يوم المرأة العالمي، ودي حاجه بتخلي ان الاهل والمجتمع يبقى واثق ويقولوا نفسنا بنتنا بالزبط دلوقتي تبقى زيك، على الرغم من الاول كانوا بيقولوا ازاي بنت بتلعب كوره، لا عيب وده حاجه مش صح، وتقاليد عندنا وتقاليدنا. بالعكس الحجاب مش مؤثر خالص كمان، كانوا ده برضو حاجه من الحاجات ان الاهل بيفقدوها والصعيد كله بيفقدها، فلما بيشوفوا ان النموذج مثلا الحد اللي وصل لحاجه كبيره زي دي بيلبس بكم وبيلبس بنطلون وحجاب، فالاهل بيبقوا مطمنين اكتر طبعا. المدربه اللي هتدرب بناتهم تبقى ست. احنا في مشروع ايه حلمك في الاول ده كنا بنروح لاولياء الامور لغايه البيت نقول لهم يا جماعه الموضوع بسيط، كنت بتروحوا لهم لغايه البيوت. انا فايزه حيدر اللي بطلع في التلفزيون والرئيس بيكرمني، وانا دلوقتي عشان تعرفي تقنعي الناس واهاليهم.